السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ في فيديو اليوم رح اعمل لكم النوتيلا رولز، بس قبل ما نبدا حابه احكي لكم انه هذا الفيديو حيكون بتعاون مع قناه ارت جيفينج هنا على اليوتيوب، وهي قناه متنوعة فيها من طبخ واشياء مختلفه، فلا تنسوا تروحوا تشتركوا في قناتها والرابط حيكون تحت الفيديو. وهلا خلينا نبدا. اول شغله في الخطوه الاولى رح نبداها هي تحضير خليط السكر والقرفه. عندي هون شوية سكر ورشت له رشة قرفة، حركتهم منيح وتركتهم على جهم. طبعا أنا كتير بحب القرفة، فلا هيك أضفت كتير قرفة، بس هاي الشغلة بتعود لذوقكم الخاص. حركتهم كتير منيح وتركتهم على جهم. الخطوة الثانية واللي هي تحضير خليط الكاسترد البسيط. عندي هون شوية حليب، رح أحط لهم بيضة واحدة ورشة سكر ورشة ملح ورشة فانيلا. طبعا رشة الملح هون دائما مهمة، لانها دائما بتعادل الطعم، توازن بين الحلاوة وبتعطي نتيجة على فكرة. يعني انا جربت هيك وهيك ولاحظت نتيجة. خفقتهم كتير منيح وتركتهم على جهة، وطبعا المقادير هتكون تحت الفيديو. والخطوة الثالثة هي تحضير الرولز. عندي هنا خبز توست عادي أبيض، شلت الحفف عنه وتركتهم على جهة، وعلى فكرة هدول الحفف ما انكبوا فلا تقلقوا، حمصتهم عملتهم بقسومات. فهون عم بشيل الحفف، ومن بعدها جبت الخشبة اللي بنروق فيها العجين وظلتني أفرد في الخبزة لحد ما صارت كتير رفيعة. من بعد ما فردتها جبت النوتيلا ودهنتهم بالنوتيلا بكمية يعني محترمة من النوتيلا عشان يطلع أزكى. ومن بعدها طبعا لفيتهم على شكل أصابع، حاولوا أنه تضغطوا عليهم عشان يطلعوا هيك كتير ماسكين ورفع. وبهاي الوقت بدي منكم أنه تحموا زيت على نار متوسطة عشان بدنا نقليهم، عشان لما يجهزوا بيكون حامي الزيت. عندي هون الرولز، رح اجيبهم واغطهم بالكاسترد البسيط اللي عملناه، ومن بعدها على الزيت الحامي. طبعا هاي الخطوة ما بتاخذ وقت ابدا، يعني ثواني وبيتحمر على كل جهة. من بعد ما يتحمروا بنصفيهم وبنغطهم بخليط السكر والقرفة. ما بتتخيلوا قديش بيطلع زاكي. انا بتمنى منكم تجربوها هاي الوصفة لانه مش حتندموا. وبهيك بنكون وصلنا للنتيجة النهائية. بتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وشير، وكمان لا تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، وكله حيكون في الديسكريبشن. وانا بشوفكم بالفيديو اللي جاي، وفي امان الله.